ايهام، يا لميا، ازيك؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ الف سلامة عليكي. اول حاجة الله يسلمك الف يا حبيبتي، سلامة ربنا عليكي يخليك. انت بالذات، يعني تعبك تعبني انا، يعني انا ليا قصة معاكي كده. الاول اسلم على الشيخ، ازي حضرتك؟ يا رب تكون بخير. يا مرحبا يا اهلا وسهلا، بصي نورتينا. يا لميا، انت بالذات امي كانت بتحبك قوي قوي، يعني انا امي كانت بتحبك من زمان، بتتفرج عليكي من زمان لحد ما اخويا الله يرحمه مات. واخويا مات شاب عنده 37 سنه، ما كانش فيه اي مقدمات. يعني ربنا يرحمه يا رب. امي لما اخويا مات عميت، ما بقتش تشوف يعني عين واحده 20% كده. فلما كان انت بتبقي على التلفزيون، انا ما شفتش حد امي كانت بتتعامل معاه كده. يعني امي كانت بتقف على التلفزيون تبوسك تبوسك، يا حبيبتي بتحط ايديها على الصرحه بتاعتك وتبوسك، يا حبيبتي، بتقولي يا بنت حلال، بحبها قوي بحبها قوي. ابص لها كده، انا ماليش في التلفزيون، انت عارفه احنا شباب بقى ميديا وما اعرفش ايه. اقعد ابص لها كده، معقوله؟ تقولي طب ابعت لها والنبي، يقول لها انا بحبك يا ماما. انت ايه؟ تقولي بس قولي لها انا بحبك. فين بقى عقبال ما جبتك ولقيتك وبعت لك؟ انا عايزه اقول لك ان امي ماتت يوم 1 رجب السنه اللي فاتت الله يرحمه 2020، الله يرحمه. وامي مامتها حتى كانت غريبه جدا، وبرضه ذكرتك قبل ما تموت، ودي حاجه انا مش فاهماها لحد دلوقتي. يعني انا كان المطر اللي بتمطر، انت عارفاها الايام اللي هي قبل الحظر والكلام ده، وانا دخلت، انت عارفه قعدتنا بقى اللي هي ايه اللي تضحك، ان المطره وياها هتخلي الانسان يخف بقى وبركه والكلام ده كله. دخلت جبت مطره وجيت عشان احطها لها على عينيها واقول لها يلا بقى فتحي بقى وقومي كده وخليكي كويسه. قالت لي يا بنتي ربنا يبعت لك ابن الحلال، وقعدت تدعي لي ودعت لك كان ودعت لك خلصني ودعت صدر. لاولادك. دخلت قفلت الازاز بتاع البيت بتاع البلكونه ودخلت لقيتها ماتت. وانا عشت 2 امي معاها، ما اتجوزتش عشان انا عندي طفل كده. هو انت فاكره ان خدمتك ليها دي هتروح؟ ده انت ليكي بصي يا مكانه، لميا، انت ليكي مكانه ربنا كبيره عليا. جدا عند ربنا. بصي انا تعبانه عليا، تعبانه قدام الناس كلها ان انا الدنيا حلوه، بس بعد بالليل ما حدش بيبقى عارف، بتقفل عليا انا بيبقى انا لوحدي. صعب صعب صعب، الواحد انا ابويا مات واخويا مات وامي ماتت، الواحده كل حد في بيته، ما على الاقل حد بيتكلم معايا. انا مفيش حد بيتكلم معايا، بس انا عندي ليكي ان انت كنت حد غالي قوي عليا، قوي يا رامي قوي. انت مش من دمها، بس انا ما اعرفش ايه كان مالها ومالك صراحه. وانا حبيتك من حبها ليكي، ونزلت عملت لك صدقه جارية بنية الشفاء عشان تخفي وتبقي كويسه، عشان تبقي كويسه، عشان انت غاليه عليا زيها بالظبط. ربنا يرحمها. أنا ساعات ببقى مش لاقية كلام والله العظيم معلش، أقوله. أنا يعني يعني الكلام مؤثر قوي، ولكن هي الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. عندما يجد الإنسان نفسه يحب إنسان، ده مش بإيده على فكرة، ده تآلف بين القلوب أراده الله تبارك وتعالى. لذلك القرآن بيوضح المنهج ده، بيقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سيدنا ابن عباس قاعد، عبد الله بن عمر قاعد، وجاي واحد من بعيد فقال إني هذا الرجل يحبني. قال له طب عرفت إزاي؟ قال لأني أحبه. يبقى إذن القلوب دي مش بإيدينا،